تريد تفوق شهر تصير عملية نهر للعين. هي عدسات على اليمين عشمال كبير مسافات الاسمنت ياسر طول الوقت. فعندنا هون المناخل من 0 إلى 10 كيف المار عبر المناخل هاي كيف تنسي مئوية ومن 1 إلى 10 حتى المناخل عندك لا عدسات. طلعوا هون كيف بصير عملية نهر الاسمنت المنطقة هاي في عدسات على اليمين وعلى الشمال كيس عيني حطيناها هي بلشت تنزل مشان تمر على الجهاز هسه هون طلعت النتيجة الطريقة هاي هسه عندنا المار عبر المناخل من 0 إلى 10 كتصور بشيء فقط 90% فاحنا معتمدين من 2 إلى 2.5 قديش المار عبر المناخل هاي كتارجت احنا عندنا 74 اجت عندنا 73 معنا بلس ماينس 1 وهذا جهاز البلين يدوي يعني حال